الاخوان ديال الحركه الشعبيه وثم الاخوان ديال التنظيم الاشتراكيه. كلا اللقاءين مره بطريقه وديه وتكلمنا على واحد العدد ديال الامور، التقييم ديال ديك الشيء اللي عملنا خلال هذه الخمس سنوات لان كانوا شركاء معايا في الحكومه، المقاربات ديال المستقبل، كيفاش هذه الحكومه خاصها تكون منسجمه الى اخره، كلشي هذا الشيء الحمد لله فهمتوا اللي دابا كيظهر عليه يعني توافق وانسجام، هو انه غنمشيو في واحد الاتجاه ديال بناء واحد الحكومه ان شاء الله الرحمن الرحيم على اسس معقوله وعقلانيه. معنى اخر ما مره اخرى كنقولها، ما كاين ما غيتقبل لا المنطق ديال الابتزاز لا حتى شي حاجه، كاينه اراده شعبيه، هذه الاراده خاصها تحترم، ستحترم ان شاء الله الرحمن الرحيم، وحنا غنمشيو ولكن غادي نسمعوا بعدا يعني الاطراف الاخرى وغادي ناخذوا الوقت، يبدو انه الاحزاب السياسيه كلها عندها هذاك الاجال ديال نهايه الشهر كاجال ديال اتخاذ القرار، وحنا رحنا ما عندنا حتى شي مشكل، حتى حنا داخل العداله والتنميه عندنا لابد المجلس الوطني يجتمع، اذا كل شيء هذا الشيء هي يعني غير جوله اوليه، الجوله الثانيه ان شاء الله الراجح سوف تكون من بعد نهايه الشهر. قرار الحركه الشعبيه لم يتخذ بعد لان هناك اجهزه تقريريه يجب ان تجتمع وهي المجلس الوطني على الخصوص الذي سيجتمع قريبا، ولنا بطبيعه الحال خيار الاستمرار في الأغلبية الحالية أو في الحكومة مع السيد عبد الإله، لأن الأغلبية ممكن أن تكون نفس الأغلبية أو أغلبية أخرى، كما لنا أن هذا الاستمرار له كذلك بعض لا أقول الشروط لكن يعني بعض المواصفات لتكون مشاركتنا مشاركة عينية بشكل آخر. تلقينا في حزب التقدم والاشتراكية دعوة كريمة من السي عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة المعين من قبل صاحب الجلالة أيده الله، وكانت مناسبة لتبادل الآراء والمقاربات فيما يتعلق بالتجربة الحكومية المقبلة. تم ذلك انطلاقا من رصيد مشترك، تم ذلك انطلاقا من تجربة مشتركة كانت لنا في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها.